بني إسرائيل اليوم. اليوم في ناس بلش بنفس أخلاقات بني إسرائيل، بدل ما يرجع لربه ويصالح ربه. هي مؤامرة الصين لأمريكا، لا حرب اقتصاد حبيبي، حرب اقتصاد. أنت رايح بالرجلين، أنت بالنهاية رايح بالرجلين. إذا كان هذا مفتعل فهم أكم من واحد راح يأخذ المطعوم، إيش أنت ولا أنا؟ إذا كان مفتعل ولا حرب ولا مش أشو ما كان يكون، أنا وياك معناش مطعوم. فمشتو أنت الآن بلشان إنه شو راح يصير فينا. يا حبيبي صلح مع ربك سبحانه وتعالى، صلح مع الله عز وجل. يا آكل الربا رجع رباك واخلص الموضوع. اللي ظالم خواته، اللي ماخذ الميراث، اللي معتدي على جاره، اللي عنده مظالم رجع المظالم لأصحابها. تعرفش متى بتموت؟ ما انت شايف الدنيا قايمة قاعدة، انت شايف الدنيا قايمة قاعدة ولسه بناقش لي انه هل هي مؤامرة ولا مش مؤامرة ومين اللي عملها. نفس أخلاقيات بني قريظة لما قالوا لسادتهم لسادتهم قالوا ما تظن أن محمدا فاعلا فينا، فقال ألا في كل موقف لا تعقلون، ألا ترون أن الداعي لا ينزع قاعد بنادي واحد واحد وأن الذاهب لا يرجع، ولكم تشاهدين الموت بعيونكم. هذا كلام بني إسرائيل. اليوم مهما كان تفسير العلم للموضوع، أنا وياك تفسيرنا شكل الحال، اسمع من أخوك، مهما كان التفسير العلمي، مهما كانت الأسباب، مهما كانت المسببات، مهما ما لك علاقة في الموضوع، أنت لك علاقة في بلاء يعم الكرة الأرضية، فماذا أنت صانع؟ أي السؤال في بلاء بعم على البشرية كاملة. شو المطلوب مني؟ المطلوب منك المراجعة مع الله عز وجل. إحنا اليوم معطلين، الناس معطلة، ولسه القادم، القادم الله أعلم فيه، القادم الله أعلم فيه، لكن مطلوب منك اليوم مصالحة مع الله عز وجل. واحد من مشايخنا شبهها، قال أنا اليوم بسلم على ولد صغير بشد على إيده، بشد لحد ما يقول لي أخ 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 بترك إيده، بحد ما يقول أخ بترك إيده. أنت المطلوب منك تقول يا رب أخ، تقول يا ربي كافي. أنت مطلوب منك تقول ليش أنا لحالي؟ أيوة أنت شو ما كنت، انت كنت مسلم، انت كنت مسيحي، انت كنت بتصلي، انت ما كنت بتصلي، ما احنا ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض، الفطرة تعرفه وان لم يكن عليه دليل. فانت مطلوب تقول له اخ. دخل واحد يعود سيدنا علي، سيدنا علي مريض ومدد بالفراش، وسيدنا علي، سيدنا علي فتح قريش فارسها، فدخل واحد يعود يزور سيدنا علي، سيدنا علي مريض ومدد بالفراش، فلقى سيدنا علي بيقول اخ أخ، فقال يا أبا الحسن أتئن؟ والله ما توقعتها منك تقول أخ، أنت الشجاع الفارس الفرسان أنت بتقول أخ. فقال إني لا أشجع على الله، أنا بعملش حالي بطل على الله، مش هو اللي مرضني أنا بقول له أخ، إني لا أشجع على الله، بعملش حالي بطل على الله، لازم أقول له أخ عشان سبحانه وتعالى إذا سمع الأخ مني رق لي سبحانه وتعالى وعطف على ضعفي فأنزل علي الرحمات. سيبك من كلام الناس، سيبك من كلام الناس، صحصح لحالك. احنا يعني شايفين الموت ولساتنا منقول وين؟ انت سيبك من كلام الناس، في بلاء يعم الكرة الأرضية كاملة، ما فيش واحد بمرض اليوم بكيفه، ما فيش واحد يقول لا اليوم أنا محصن، لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم. بس في سفينة اسمها سفينة نوح عليه السلام، اركب معنا سفينة نوح، اركب معنا، مليئة بالتضرع، مليئة بالمناجاة، مليئة بالإشفاق، مليئة بالرحمة، فيها صدقة علنية دفع المكروب، فيها صدقة لدفع مئة السوء، فيها تضرع إلى الله في جوف الليل، فيها دمعتان، فيها مناجاة، فيها استغاثة، فيها استرحام. اليوم الناس محبوسة، الكرة الأرضية اليوم كلها محبوسة، قطعت الأوصال بشيء لا تراه الأعين. ربك سبحانه وتعالى لما بيغضب غضب